كيفما تكلمتي عليها مدام كوميمي، اولا درنا واحد المذكره ديال الوزاره وبتشاور مع جميع الرؤساء الجامعات، لان عملنا واحد الاجتماع ديال رؤساء الجامعات نهار الحد من بعد الزلزال، واتفقنا باش هذه المذكره تكون مذكره شموليه، واللي اولا مرونا في اجال ديال التسجيل والتقديم ديال جميع التسهيلات للشابات والشباب اللي منحدرين من هاد النواحي، وبالخصوص جامعه بن زور وجامعه القاضي عياد. ولكن احنا عارفين بان عندنا طلبه اللي كيمشيو لجامعات اخرى على الاقل في الاستقطاب المحدود، وثانيا هي تاجيل المباريات. كيتعرفوا بان هاد المباريات ديال الماستر والمباريات ديال الدكتوراه وكذلك المباريات ديال التوظيف، لا بالنسبه للاداريين ولا بالنسبه للاساتذه الباحثين، دونك طلبنا باش ناجلوا باسبوع، ويعني تفاهمنا مع الجامعات اللي كان عندها المشاكل الكبيره، وهي جامعه بن زور وجامعه مراكش، باش يشوفوا الوضع ديالهم كيفاش غادي يكون ويتجاوبوا معه. كذلك اعطينا الاسبقيه للطلبه المنحدرين من هذه المناطق المتضرره للاستفاده من الخدمات، يعني الخدمات ديال الايواء ولا ديال المطاعم. هذا كاين واحد تنسيق مع لونوسك، بغيت نشكر السيد المدير لان متبعو يوميا ومشاف فعيل المكان، باش من جهه يتعاون مع الطالبات والطلبه، ولكن من جهه اخرى باش لونوسك تعاون على الصعيد الجهوي كيفاش نضمنوا لا من الاسره ولا من الايواء باش نواكبوا هذه الظرفيه اللي صعيبه. وكذلك تعبئه فرق البيداغوجيه والاداريه باش نحدوا واحد الخلايا ديال التضامن، خلايا ديال التتبع. بغيت نشكر جميع الاساتذه الباحثين والاداريين والتقنيين في جميع الجامعات، تنظن بان هذه ظرفيه صعيبه، وكل يعني كل الطاقم لا ديال الجامعه ولا ديال الوزاره ولا جميع المدارس، لانكم كتشوفوا هاد الشباب ديالنا الطالبات والطلبه كيفاش تجندوا وكيفاش عملوا في هاد الظروف، وكاينين الان اللي مازالين في عين المكان، اللي مازالين كيتعاونوا لا في لي كلوب ديالهم ولا في لي اسوسياسيون. وهذا طلبنا من جميع الجامعات باش تكون واحد المرونه في التعامل مع هاد الظرفيه هذه. وكذلك توفير الدعم النفسي، كتعرفوا بان بحال هاد الفاجعات الدعم النفسي خصو يدار في الاسبوع الاول، الا تعطلنا تنظن بان الدعم النفسي ما غاديش يكون عنده اثر كبير، خصنا ندعموه من هنا. وبغيت نشكر جميع الجمعيات وجميع الكليات المغربيه اللي انخرطات ومشات لعين المكان باش تحاول تخفف من هاد المشاكل هذه. هذا هو التصورات، ولكن العمل راه مازال غادي. احنا عارفين بان كاين بعض المرات طالبات وطلبه ما بقاش عندهم التليفون ديالهم، ما بقاش التواصل شويه كيكون صعيب، ولكن اللي طلبنا من جميع الجامعات هو نتعاملوا معهم بواحد السهوله واحد المرونه، اللي احنا عارفين الظرفيه اللي تتكون صعيبه، اللي عندهم ضحايا في العائلات ديالهم نحاولوا نساعدوهم، يا في المناح يا في الايواء يا في التسجيل. واخا يكونوا المباريات دازوا غادي نتعاملوا معهم مرونه، باللي غنعرفوا بان كاين عندهم ضحايا في العائلات ديالهم.